الأبوذية والدارمي في النجف الأشرف. نعم، منتدى الدارمي والأبوذية في النجف الأشرف، هذا المنتدى الذي تأسس في سنة 2016 عفوا. أها. وصاحب الفضل الكبير إلا وهو الشاعر الرائع حسن أبو الحديد أبو حسين ونعم والنعم من عنده الغانم، اللي أسس بجهود واسعة. نعم. ولم كافة الشعراء المبدعين حتى البراعم من عندهم، والذي حققوا نجاح كبير في مهرجانات العراق. تام. الله 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 يطول عمرك. والله نعم. الفضل كل لأخونا الشبير اللي والنعم. هو حسن أبو الحديد. والنعم شرفنا أيضا اليوم أبو حسين. الله يرعاك. وكان الله هذا المهرجانات كانت شمس إطلالتها للعراق جمعاء وليس فقط في النجف. الموفقية إن شاء الله. بارك الله بك، تعيش وتسلم شيخنا العزيز. إذا